ونتابع مع حضراتكم أيضا. بينضم إلينا هاتفيا الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك أستاذ هشام وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. لازلنا نتابع بالتأكيد ردود الفعل حول قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن بعض الصادرة بحقهم أحكام قضائية. كيف تابعت ردود الفعل الخارجية هذه المرة؟ طبعا ردود الفعل الخارجية المرة دي طبعا فيها إشادات بقرارات العفو اللي فخامة الرئيس أصدرها على المحكومين بهم بأحكام بالسجن لأسباب مختلفة. لكن الحقيقة برضو أنا يعني احنا سعداء بهذه الإشادة وسعداء بالإشادات العالمية، لكن أنا برضو كحزب سياسي برضو يعني ليبرالي ليه تساؤل كده، يعني هو طب هو فخامة الرئيس مش أول مرة يتم الإفراج عن بالعفو عن بعض السجناء الموجودين، ومنهم بيبقوا الحقوقيين أو كمان فيهم بعد اجتماعي زي الغريمات وغيره. احنا بنشاهد الغرب فقط أو يعني بعض الدول بتشيد بهذا حين يكون هناك لها مثلا فرد من الأفراد أو ينتمي بطريقة أو بأخرى إلى الدول. احنا بنشكرهم طبعا على ده، بس احنا برضو بنحب يبقى ده بعد، يبقى عارفين إن الدولة المصرية بتطبق حقوق الإنسان طبقا للاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان اللي موجودة، وإنه هناك معايير قانونية موجودة، وإنه لما بيتاح لفخامة الرئيس من خلال صلاحياته الدستورية إنه يتخذ قرار بالعفو عن بعض من المحكوم عليهم لأسباب إنسانية لأسباب أخرى بيتم العفو عليهم مباشرة. طبعا ده شيء يسلك صدورنا، بس يا ريت إن ما يبقاش فيه بعد كده إن إحنا نسمع من يشيد بهذه القرارات إنه يجي بعد فترة يقول أين حقوق الإنسان في مصر. ما دام أشادوا بيها يبقى لازم عارفين أن مصر هناك إنسان وتطبق طبقا للمفاهيم والمبادئ المصرية والقانون المصري والدستور. نعم، وهنا أيضا نتحدث عن المطالبات بأسماء بعينها، أنه هذه المرة الباحث باتريك زكي كان في مطالبات كثيرة بعد ما صدر حكم حياله، وبعدها بالفعل كانت دعوة الحوار الوطني ومن ثم استجابة الرئيس السيسي. حضرتك يعني احنا زي ما كان مذكور في البيان بتاعنا ان احنا كنا يعني احنا كنا على يقين ان فخامة الرئيس سيتخذ هذه القرارات سواء اذا تم المناشدة من القوى الوطنية والحوار الوطني بالافراج عنه او لم يتم. احنا كنا عارفين من ده، وهقول لحضرتك اولا اكثر من سبب. السبب الاولاني انه لانه طبعا احنا عارفين البعد الانساني الموجود عند فخامة الرئيس، عشان كده كان الاساس في كلامنا امبارح انه في بعد انساني موجود في احنا عندنا زي ما بنطلق كده في البيان بتاعنا الرئيس الانسان. فدي الجزء الاولاني. الجزء الثاني لان احنا كنا موضوع باتريك، باعتبر ان احنا زي ما حضرتك تعرف احنا حزب ليبرالي بنتابع برضو كل الاشياء، بس احنا ليبراليتنا مصريه منضبطه بكل القوانين المصريه واحترام للسياده المصريه على الوطن. بنتابع هذه المواضيع، وكان بطريقه او باخرى بخلاص بتاعتنا احنا متواصلين مع اهلهم وزويهم، وكان في اتصالات، وكنا نعلم انه سيتم اخذ الافراج والعفو عنه لانه لم يكن ما كانش ينفع قبل كده، كان لازم في حكم صادر نهائي، والحكم صدر يوم 18 ثم تم القرار بالعفو بعد اصدار الحكم مباشره، وخصوصا لانه اخذ فتره في الحبس الاحتياطي. فده اللي انا عايز اوضحه لحضرتك. ومهم بقى كمان في نقطه بقى انا بعتب فيها على بعض القوى السياسيه انها تسرعت في اتخاذ قرارات بان انا مش هحضر وانا هقاطع الحوار الوطني. طب ما انت نشدت، كان عليك ان تنتظر، او يعني لك اخوه افاضل نشدوا، فلا داعي ان احنا ناخذ قرارات متسرعه. جميعا علينا ان احنا ان ننتظر لانه تم المناشده صحيح، وزي لكن كان المفروض انه قبل ما تطلع مناشده هو قال احنا مقاطعين احنا مش موجودين. الكلام ده يعني ما ينفعش، كان لازم يبقى عليهم انهم تأنوا، حتى كان لو تأنوا ساعات كانوا هيشوفوا انه فخامه الرئيس اتخذ القرار. نعم،
هنا أيضا نتحدث عن تأثير هذا القرار في الدوائر السياسية بشكل عام. هل تشجع على زي ما حضرتك ذكرت فكرة المشاركة في الحوار الوطني لبعض من الأشخاص ربما كان عندهم تخوف أنه لن تكون هناك نتائج ملموسة، بعد هذه النتائج الملموسة هل تشجع البعض على ذلك؟ بس هقول لحضرتك، هي الموضوع حوار الوطني هي بالنسبة لنا بتختلف، اللي بيشارك من أي وجهة نظر. هل أنا بشارك في الحوار الوطني من أجل أن أضيف، من أجل أن أنا أخذ أضع أفكار وأراء مشكلات الوطن اللي أنا ابتدي أحلها، ولا أنا داخل الحوار الوطني فقط جزء سياسي، والجزء السياسي حتى أنا مقتصره على جزئية واحدة، حرية الرأي والتعبير، الإفراج عن المسؤولين. صحيح هذا موضوع مهم ويبقى موجود ضمن الحوار. هل أنا داخل الحوار من أجل أن أعطي أم من أجل أن أخذ؟ هنا يأتي أنا أشجع من يريد أن ينضم للحوار ويشارك بجدية ويستكمل هذا أن يكون بيشارك من منطلق العطاء، لأن الجمهورية الجديدة لابد فينا جميعنا أن نعطي ونعطي، ثم أهم حاجة هناخدها أن احنا وطننا يبقى وطن يروح زي ما بيقولوا كده مصر القادرة على كل شيء. فلابد أن احنا جميعا أن نتعاون، لكن أنا أذهب للحوار الوطني من أجل أن أفرض بعض الشروط أو أن أنا أخذ مكاسب ومصالح، هنا يبقى الحقيقة يعني مش مشاركة فعالة قوي، وهتبقى مش مطلوبة في المرحلة دي. نعم. وعلى الجميع أن يعلم أن مصر القادمة، أن الجمهورية الجديدة، يعني لو احنا بنحلل سياسيا ستكون مختلفة تماما عما سبق في كل شيء، لأن احنا عندنا ميراث قديم جدا، هذا الميراث موجود بيثقل حمل الوطن في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة. فده ردي على سؤال حضرتك، هل ان احنا أشجع؟ طبعا أشجع، بس أشجع من يدخل الحوار الوطني بالعطاء بأفكار بناءة تعتمد على النهاردة الظروف الإقليمية، الظروف الدولية، الظروف المحلية عندي في البلد. هل أنا أعترض من أجل أن أنا بعترض، ولا بعترض أنا عندي حلول، علي أن أطلع أضع حلول وحلول قابلة للتطبيق. أنا ممكن أقول لحضرتك حلول عظيمة، فده بس الحتة اللي ادتني تخوف زي ما بقول لحضرتك في التصرف بعض قليل من السياسيين أو الأحزاب السياسية اللي اتكلمت او اتخذت قرارات بالتجميد وعدم من اجل كذا. ما انت يا سيدي نشيت وما كملتش ساعتين ثلاثه وطالع بتقول لا انا مش هنا، ده شيء يعني انا بتضايق منه، لان احنا علينا ان احنا داخلين نعطي ولا ناخد. طيب اذا تحدثنا ايضا عن الحياه السياسيه خلال الفتره المقبله وما تشهده من خطوات لفتح المجال السياسي بشكل عام، دور الأحزاب في هذه الفترة كيف سيكون؟ وهنا نتحدث عن الحياة السياسية والحراك السياسي. حضرتك لن يكون هناك في مصر حياة سياسية قوية بدون أن يكون هناك أحزاب سياسية قوية بمفهوم وثقافة حزبية سياسية موجودة عند الأحزاب وعند المواطن. واللي انا اقصده ان الثقافه الحزبيه السياسيه مفهوم ما هو الحزب. الحزب هو فكره ومبادئ وايديولوجيات، تتخذ ايديولوجيات ومبادئ في كل قطاعات ومناحي الحياه. الجزء السياسي والنظام السياسي المطلوب، الجزء الاجتماعي المطلوب، الجزء الاقتصادي المطلوب، انت توجهك الاقتصادي ايه؟ توجهك الاجتماعي ايه؟ دي مهمة جدا، وعلى كل حزب أن يبرز أفكاره ثم ينضم إليه الأعضاء بناء على هذه الأفكار والأيديولوجيات، ومن هنا هنقدر نقول أن كده يبقى في فعلا انتماء حزبي حقيقي. الحزب هو فكرة ومبادئ وتوجه، والحزب اللي هو يكون عنده الشخصيات والقامات الأفكار اللي هتعطي أفكار، فهنا بنقدر نقول هتبتدي الحياة السياسية تكون فعلا حياة مثمرة. السياسة ليس فقط ان انا اتكلم في السياسة، ولكن السياسة هي مسؤولية ان انا يكون يعني لازم يكون عندي سياسة اقتصادية، لازم يكون عندي سياسة تعليمية، لازم يكون عندي سياسة ثقافية، بالاضافة الى السياسة المفهوم السياسة الحقيقي، لازم يكون عندي مدرسة كادر سياسي عشان الاحزاب تقوم بدورها الحقيقي في ان تكون مدرسة واكاديمية لاخراج رجال سياسة ورجال دولة. ولكن انا اقوم بدور سياسي لمجرد الشو الاعلامي، او لمجرد ان انا بدخل بيه البرلمان، او لمجرد ان انا
مثلا بقوم بيه بعمل خدمي، عمل خدمي علي ان اتجه فورا الى جمعيات اهليه وامارس هذا العمل من الجمعيات. لابد من الفصل ما بين كل شيء واخر عشان تكون امور واضحه. نعم. لو احنا كاحزاب حطينا على عاتقنا هذا وابتدينا نشتغل في هذا المجال، لانه فتح المجال السياسي زي ما حضرتك بتقول انه اصبح مفتوح على المجال السياسي. المجال السياسي النهارده ما فيش حد بيعترض حد، ندخل نتكلم بس نتكلم بموضوعيه. ما هو انا عشان حضرتك لازم يكون عندنا برضو مفهوم حقيقي لكلمه حريه الراي والتعبير، ان حريه الراي والتعبير لها ضوابط. مش حريه الراي والتعبير ان اطلع بانتهك حرمه الاخرين او ان انا اسيء الى الاخرين واقول دي حريه راي. احنا بيبقى في خلط بين حريه الراي انه اعبر عن رايي، حريه الاعتراض وعن اكون معترضا وحزب معترض. لابد زي ما قلت لحضرتك منذ قليل اعترض على الـ 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 الوضع الموجود وانتقد بموضوعيه ويكون عندي حلول. نعم وضحت الفكره. الحلول علي ان اصدق. نعم بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.